هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم اسماء عبد الحي. النهارده هقول لكم ازاي تعملوا تنظيف بشره اسبوعي في البيت بمواصفات طبيعيه وباقل التكلفه، بينفع للبشره المختلطه او البشره العاديه. اول خطوه معانا في تنظيف البشره الاسبوعي الغسول. نص كوبايه لبن، معلقتين عسل، معلقتين دقيق الحمص. هنحط معلقتين من الحمص وهنحط مقدار اللبن وهنقلبه، وبكده الغسول هيكون جاهز. دلوقتي معانا اسراء بشرتها مختلطه، هنا دهنيه وهنا كمان دهنيه وهنا عاديه، هنستخدم لها الغسول عشان يعمل تنظيم للافراز الدهوني اللي عندها. لازم طبعا نستخدم الغسول بطريقه صحيحه، اننا نعمله بحركات دائريه كده، والغسول طبعا بينظف المسامات كويس وبيشيل اي شوائب بتبقى موجوده في البشره. لازم عشان نستخدم الغسول كويس بنسيبه على بشرتنا 3 دقايق واحنا بنغسل بيه بشرتنا، وبكده احنا خلصنا وهنغسله بميه فتره. تاني خطوه معانا الكيوي، هنعمل منه سكراب. اول حاجه هنهرس الكيوي، لازم نهرسه جامد قوي. وبكده احنا هرسنا الكيوي وهنحط الشوفان والعسل، وكده جاهز معايا سكراب الكيوي. وبكده نضفت لها بشرتها بالكلينزينج وهنحط لها السكراب بالكيوي عشان خاطر يشيل لها كل الجلد الميت اللي موجود في بشرتها، وهندلكه كويس قوي. هندلكه كويس قوي كده بحركات دائريه. طبعا السكراب ده مفيد جدا للبشره لانه بيبقى فيه مجموعه من الفيتامينز اللي بتفيد البشره، في نفس الوقت بيحفز الكولاجين وبيشيل كل الجلد الميت اللي بيبقى موجود في بشرتك. وبكده احنا هيئنا البشره ان هي نحط لها الماسك على طول. ومعانا الخطوه الثالثه، الماسك. معلقتين زيت لوز، معلقتين زبادي، معلقتين عسل ابيض، معلقتين لبن باودر. هنحط اول حاجه لبن الباودر وبعدين زيت الحلو، وهنحط معلقتين الزبادي ومعلقتين العسل، وبكده الماسك يبقى جاهز. تالت خطوة خلصنا السكراب، هنبدأ معانا بالماسك التفتيح. الماسك ده بيدي النضارة للبشرة وفي نفس الوقت بيرطبها كويس قوي، وينفع نستخدمه تحت العين، مفيش اي مشكله خالص. بنسيبه على البشره تلت ساعه وبنبدا ان احنا نغسله. واخر حاجه معانا هي طريقه تحضير التونر. هنجيب خل تفاح وكوبايه شاي اخضر مغلي، بنصفيه كويس وبنسيبه لما يبرد، ومعلقه زيت شجره الشاي، وهنحط مقدار من الشاي الاخضر، وهحط مقدار من خل التفاح، وهنحط زيت شجرة الشاي وهنقلبه كويس، وكده التونر هيكون جاهز معانا. وكده احنا خلصنا اخر خطوة معانا هي التونر، بنقفل بيها المسامات بتاعت بشرتها عشان خاطر احنا عملنا لها التنظيف البشرة الاسبوعي، فاحنا كده بنقفل المسام لان فتحنا المسام عشان خاطر نعمل السكراب والماسك. وبكده احنا خلصنا معانا تنظيف البشرة الاسبوعي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير، وتابعونا على انستجرام وعلى اليوتيوب، وموقعنا هو الوصفة.com.